مبروك واخيرا خبر حاله. طول بالك بعد ما صار شيء. وشو ناطر؟ مهر البنت غالي كتير، لازم اعرف كيف جيبه. يا قرابتي هيدا كله نق نسوان، انت عليك تطلبها من بيا. لا انا كنت طلبتها من امها لو قادر اوصل لبيا. انا بحكي لك مام، المعلم غازي بيسمعني. لا المعلم غازي طلع من الانفراده؟ من زمان جابوا له عنا على الغرفه. شو عم تحكي؟ من امتى ما معي خبر؟ شو عم كذب عليك؟ هلا كنا عم نتروق سوا. مشان هيك بدك تساعديني؟ وانا عم اقول لحالي ليش كل هاللطافه والمقدمات؟ ومعذبة حالك وجاي لعندي على بيتي؟ بترجيكي ما تظلميني. صدقيني ما خص هي بهي. انا مأكدة انك حدا قادر يستوعبني. بس مشكلتي انه ما فيني احكي. وانا ما رح اقدر ساعدك. بلا بتقدر تساعديني. انا كل يلي عم بطلبه اني تخليني اشوف خيك جبل. مستحيل. تشربي شي ولا مستعجلة؟ يعطيك العافية بنتي. هلين بقي. شو وينها أمك؟ نزلت لعن خالتي أم جبل. بدك شي بعمل لك شي؟ بدي تكوني مبسوطة وبالك مرتاحة. انتي يا عمري مضوية البيت ومضوية حياتنا كلها، تستاهلي كل خير. الله يرضى لي عليك. أنا بعتذر، يمكن طريقتي كانت غلط. ما بعرف شو بدي أعمل لحتى ما تاخذي فكرة عني إني بلا ذوق. لا، على سلامتك. ما بدي إياكي تخافي مني. إحنا ما منخاف من حدا. هيك عشنا وهيك تربينا. لكن شو المانع؟ أنا مستعدة أعطيكي الضمانات يلي بتريحك. ليه؟ كرمال شو؟ ولا ما بعرف شو بدي أقول. ما في داعي تقولي شي، وأنا ما رح ساعدك مهما كانت أسبابك.